الركن الرابع من أركان الإيمان. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، يعني هم بشر لا يعبدون. ورسل لا يكذبون. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات. نؤمن بهم وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. نؤمن أن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو والله كاذب وكافر كفرا أكبر.